السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي الزوينات الغزالات اللي مقبلين على الزواج، مقبلين على الخطوبة، أو النساء اللي طلع لهم الماريج ديالهم، الخويتم اللي عندهم ما بقيش عجبهم داك الشكيل وبغاو يبدلوا، دخلوا عندي، دخلوا عند إيمان توبقال وغتشوفوا شكيلة روعة، شكيلة زوينين. بزاف الناس تيقولوا لي حط لينا شكيلة ديال المارياج، نشوفوهم بشوية علينا، وخا كندخلوا عندك الواتساب وكنشوفوا في السطوري ديالك، ولكن حتى لينا فيديوهات ونشوفوا على خاطرنا. قلت لهم واخا غادي نصاوب فيديو ان شاء الله باذن الله، غادي نحطو في القناه وغادي نشاركو مع الحباب والصحاب تاعنا ديالي ومع البنات الزوينات ومع اللي كيشجعوني. كما كتشوفوا الخويتمات اللي كاينين، المارياجات اللي كاينين غزالين، ما نقول لكمش عليهم. هانتوما كتشوفوا، شوفوا هما كيهضروا على روسهم بلا ما نحتاج انا نهضر عليهم ولا نقول لك شوف هذا كي داير ولا غزالين، شكيلات راقين. شوفوا كي دايرين. كاينين بزاف الاخوات وبزاف الناس تيبغيو شكيلات ديال المارياج، و تيكونوا على اساس انهم ياخذوا الذهب، وتيكونوا انهم كتعرف الانسان تيكون مقبل على الخطوبه، مقبل على مشروع ديال الزواج، تيكونوا بزاف ديال المطرق في راسو، بغا تجهز، بغا تقدا هادي، بغا تاخذ هادي، بغا تاخذ هادي. وكاين شي مسائل اللي ما يمكنش انها تسهل فيهم، ولكن كاين مسائل الحمد لله اللي ممكن انها تسهل فيهم، بحال بالنسبه للمارياج وهادشي ديال البلاكيور. الحمد لله راه نفسها على بزاف ديال الاخوات، ولو كيتقداو هادشي ديال البلاكيور ولا عليه واحد الاقبال، لان كتبغي تحضر في شي مناسبه، كتبغي تهلا في راسها، كتبغي ماشي الا ما كانش الذهب صافي راه ما غاديش نلبس. لا حتى البلاكيور حتى هو راه زوين، ودابا راه ولا عليه اقبال بزاف، ماشي بحال واحد الوقيته تيقول لك لا داك راه بلاكيور، لا دركا ولا البلاكيور عليه واحد الاقبال راقي، ولا الناس كيوظفوه مع اللبسه، مع كاين دابا اللي كتلقى اي لبسه عندها الاكسسوار ديالها ديال البلاكيور، عندها المجوهرات ديال البلاكيور معاها، من السنيسله، من البراسلي، من الخويتان، من الطوينكات، حلقات، من كل شيء كتلقاها، كل لبسه ومقاده ليها، متوله ليها المجوهرات ديالها، كتخرج في قمه الشياكه. ما يمكنش غادي دير هذا الشيء بالذهب، لان الذهب تتعرفوا الثمن ديالو طالع شويه، ولا كان ذهب مثلا عندك في حويجات ماشي بحال البلاكيور، البلاكيور كتوض فيه كي بغيتي، وما كتخرجي بيه مرتاحه، ما كتخافي من والو، وما الحمد لله كتحسي براسك انك لابسه شي حاجه مزينه بها، وفي نفس الوقت انك مرتاحه. هانتوما كما كتشوفوا راه خويتمات فنين، خويتمات غزالين، والله الا غزالين. عشقتهم البنيات اللي عندهم دابا الخطوبه، وانهم تيقولوا ان لا ما يمكنش ليا، ما خديتش خاتم ديال الذهب، ما خديتش، لا اختي، لا نوضي يا صاحبتي، نوضي عادي، خذي لك خويتم ديال البلاكيور وبرعي به راسك وتفركسي به، تفركسي به ولبسيه عادي بحالو بحال الذهب. ودابا كما تنقولوا راه البلاكيور ولا شي حاجه كما تنقولوا راقيه وزوينه، وصراحه خويتمات واعرين واعرين. شوفوا خويتمات كي دايرين فنين. وبالنسبه للناس اللي سولوني انهم قال لك الا بغاو شي حاجه كيفاش، ولا بغيت يتواصلوا بيا كيفاش، والثمن وكيفاش غادي الا بغاو ياخذوا شي كوموند، غادي نقول لهم بالنسبه للناس لا في داخل المغرب ولا خارج المغرب اللي بغى شي حاجه مرحبا، استلاف مرحبا، يتواصل معايا على النمره ديالي اللي كاينه في اسفل الفيديو، النمره ديال الواتساب او النمره اللي بغى،
ويتواصل معايا ونقول ليه الثمن، ونقول ليه الثمن ان شاء الله باذن الله ندير معاه ثمن زوين كما تنقولوا، نديروا تسهيلات في الثمن باش ان شاء الله باذن الله كل شيء يلبس وكل شيء يتبرع. وبالنسبه للناس اللي خارج المغرب بغاو شي حاجه مرحبا يصيفطوا، ونصيفطها لهم تقريبا صيفط الناس في الشرق، صيفط الناس في شحال بلاصه خارج المغرب، صيفط لهم الكوموند الحمد لله. داك الشيء كي ما شافوه كيما كوموندوا الحاجه كيما وصلتهم الحمد لله، عيطوا عليا كيشكروا ان ماشي شي حاجه اللي كتصيفط وكتكون ماشي هي هذيك، لا الحمد لله اللهم بارك. تنوريهم الكوموند في الواتساب، هو الاول تيشوفوه مزيان ويقلبوه مزيان في الواتساب يشوفوا، وديك الساعه ان شاء الله حتى هما كيصيفطوا ليا الفلوس ديالي عن طريق عن طريق على كل واحد شنو كاين اللي كيدير الحساب ديال البنك، كاين اللي كيديروها فكاش، كل واحد وشنو. وحتى انا كنصيفط لهم الكوموند ديالهم والحمد لله السمعه، والحمد لله ما عمرنا ما توحنا مع شي حد واللهم لك الحمد، لان انا ماشي كنبيع فشي بلاصه غير عشوائيه ولا لا، انا عندي المحل ديالي والمحل ديالي معروف في القناه ديالي وكيعرفوني الناس الحمد لله، والناس اللي كاينين في داخل المغرب حتى هما مرحبا بهم. وكما قلت لكم دايرين واحد التخفيض ان شاء الله باذن الله، غادي نبداو من 16 في شهر 4 حتى السبع ايام ديال العيد ان شاء الله باذن الله. بما يخص البلاكيور اللي بغى شي حاجه يجي مرحبا ويتصل، راه غادي نديرو تخفيض وتخفيض زوين. وما غاديش نقول لكم الناس اللي غادي يعرفوا التخفيض هو اللي غادي ملي يتصلوا بيا على النمره ديالي في الواتساب او لا يدخلوا عندي للتعليقات، هما اللي غادي يعرفوا واش كاين تخفيض نيت بالصح او لا ما كاينش، ولا غير تندوي لا الحمد لله. ماشي غنقول تخفيض هو ما كاينش تخفيض، لا غندير تخفيضات وتخفيضات ان شاء الله باذن الله زوينه، باش اننا نشجعوكم ونشجعوا الناس اللي بغيت تقداو ونشجعوهم على المنتوجات ديالنا ان شاء الله باذن الله. كنتمنى ان نكون خفيفة على قلبكم، وكنتمنى انكم تستمتعوا بالتشكيله اللي حطيت لكم. وكما كتعرفوا ايمان تبقال البيع والشراء، التخصص تاعي في البيع والشراء ان شاء الله، هذا هو الطومين ديالي، هذا هو اللي كنعرف الحمد لله. واي حاجه بغيتوها دخلوا واتصلوا بيا وسولوا عليها ونجاوبكم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاواني، بالنسبه للافريشه، بالنسبه للمواد الحلويات، بالنسبه للطوابع، اي حاجه كتخص التغليف، كتخص المواد الحلويات، الاواني حتى هما، اي حاجه كتخصك الافريشه كما كتعرفوا، مانطات، شانطات، ايزور، ليناب، اي حاجه كتخص الا دخلوا للقناه ديالي غتشوفوا حويجات زوينين. وكما كنقول لكم الاشياء اللي كنشارك معكم، الاشياء اللي كتكون كنكون انا خدامه بها مع الناس، ماشي غير كنحط لكم شي تصاور اللي كنكون انا مثلا ما معلوم حتى درايه، لا بالعكس داك الشيء باش كنخدم مع الكيان الحمد لله، هو اللي كنكون انا كنشارك معكم الفيديو اللي كيكون ديالي في المحل ديالي ولا في المنزل ديالي، هو اللي كنحط انا معكم ان شاء الله باذن الله. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك وتبارطاجيو وتفعلوا الجرس وديروا لي ابوني، باش اي حاجه حطيتها جديده الا تطلع عندكم وتشوفوها وتستمتعوا بها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.